لما تشوف حد خس قوي ما تقولش ايه ده ما انا خسيت كده ليه، انت ما تعرفش ظروفه ايه. لما تلاقي حد تخن قوي مش بالك تخنت كده ليه، انت ما تعرفش ظروفه ايه. عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش اسكت اسكت، ما تمشيش تجرح الناس. وبعد كده لما مثلا حد يقولك ده انت جرحت فلان لان هو تخن لانه مريض وبياخد كورتيزون، ايه ده ما كنتش اعرف. طب ما هو بدل ما تتحط في الموقف ده خلي لسانك حلو. عندك او عندك حاجه حلوه تقولها عن حد قولها، ما عندكش اسكت بكل بساطه. خلي فكره انت خسيتي قوي ولا خسيت قوي ولا تخنت قوي ولا خليها جوه دماغك، مش لازم تقولها لان انت ما تعرفش ظروف الناس. علشان دايما تفضل جنبك ادعمه بهيئه. مراد مكرم.